اهلا وسهلا فيكم بأرسن بوز. في قسم سميته يوميات متفائل، هذا القسم بحكي فيه عن يوميات بعيشها بكتشف فيها نعم الله سبحانه وتعالى انعم فيها علينا، بشوف هاي النعم وبشوف هاي الحياة اللي انا عايشها من منظور انسان متفائل. انا بطبيعتي انسان متفائل، بشوف الجمال وبشوف الخير وبشوف الوفرة بكل شيء توقع عيني عليه، لسبب بسيط، لأنه نحن الكون اللي احنا عايشين فيه هو كون مليان بالحب وبالوفرة وبالخير. انت حسب منظورك انت بتشوف، اذا لابس نظارة سودة حتشوف الدنيا سودة، كن جميلا ترى الوجود جميلا. انت ونظرتك، كيف بتكون نظرتك، كيف بتكون فكرتك عن العالم، يكون عالمك. فأنا بحب يكون عالمي جميل، عالمي راقي، عالمي نظيف، فبحب دائما انظر بتفاؤل للأشياء، حتى الأشياء اللي ظاهرها ما بتكون كتير مقنع أنا بشوف فيها نواحي جمالية معينة، لأنه ما بقبل أبدا أنه عيني تقع على غير الجمال، وما بقبل أنه مخي يفكر بغير التفاؤل. فإذا التفاؤل عندي أسلوب حياة. حبيت شارككم شوية أفكار وشوية قصص يعني بتدور حول نظرتي التفاؤلية للحياة وللأشخاص وللحوادث اللي بتصير معي، وبتمنى تضلوا معنا على طول لحتى تشوفوا الفيديوهات الجديدة اللي بتحكي عن يوميات متفائلة. شكرا لكم.